السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك كريم؟ حسام الدين أحمد أبو كرش من زليتم. عنوان قصيدتك؟ ما خاب من يطلب اللي خالقنا. الله الله. نعم. ما خاب من يطلب اللي خالقنا، كل شيء بيده وهو اللي يرزقنا. نعم. ما خاب من يلجأ له ويشكي همومه لربنا يا صغالة، ومن ربنا العالي الفرج يا الفالة، هو ربنا يبرد اللي تحرقنا، وإن كان مولانا تضرعنا لا فورا نجينا رحم تتعانقنا، وربي العالي كل ما قربنا لا يا له ربي انكاد ما تلحقنا، لو يطلب المهموم يزهى بالا محال ربي بركة تفارقنا، ولو يطلب المحتاج يصلح حالا يا ما بعد كربة بفضة رقنا، ولو يطلب المظلوم حقينا لا ربي اللي قادر يزيح شرقنا، وربي العالي في قضاه عذالة لا ما نخافه لو معاه صدقنا، وإن كان طبقنا جميع أقوالا ديما العالي رحم تترافقنا، وإن كان ربي الحال شاكينا لا يبعد علينا كل ما يضايقنا. نبو شعر آخر عليه عاطفي. عاطفي أو وصف أو خيل أو خلاء أو حكمة. عذبتنا يا شوق شندرنا لك قاسية علينا وقاسية تفعالك. جميل. عذبتنا بزيادة وبعد الغوالي جايبك كالعادة، طاغي وعندك في العذاب شهادة، تقتل وتقهر كل من يلجالك، من قال نبقوا يا قديم قرايب، ومن قال في ناسك يطيحوا ناسي، صرنا بعد طول الزمان نسايب في غيبتك ماتن جميع حواسي، من قال يرجع لي الفرح الغايب، ومن قال ينهض من جديد احساسي، خليت قلبي في بعادك سايب، والعقل صوبك شي ما هو ناسي، حتى بعد بعدك بدون سبايب ما شلت حبك من جواجي راسي، ولا ذرت بعدك يا قديم حبايب، ولا في غلا غيرك اثار حماسي، من قال ترجع يا عليك عجايب وتصير للعيلة قريب أساسي.